وسهلا فيكم متابعينا الكرام. طبعا احنا اليوم انا ومعايا محمد خليلي وكمان نادر عصام جينا من البيت لانه قالوا لنا انه في سياره فورمولا موجوده في بيروت، فاحنا قلنا لا لازم نجي لانه كلنا من محبين هذه السياره ومحبين سباق الفورمولا 1. طبعا الحماس اللي جاي منك حمسني صار بوست 1000. احنا كلش فرحانين ان نستضيفك ويانا ابراهيم. هلا فيك. يعني هذا حدث فريد من نوعه. يا هلا. سياره مصممه كليا منك ومن الوالد طبعا. خلينا نبدا اول شيء بالسياره. السياره هي هاند ميد كلها. الميكانيك كان شغل بيه، جبنا تصاميم واشكال من الانترنت ويعني معلومات عن الدايمنشنز والطول والعرض مثل ما نكون شايفين، يعني مطابقه تقريبا مستلهمه من الافون الاصليه يعني الحقيقيه. نايس. البادي طبعا نحن ما حطينا كاربون فايبر، نحن حطينا حديد. اوكي. الانجن نحن حطينا محرك بي ام دبليو اوتوماتيك. الاطارات بالفورمولا 1 من وراء الاطار قياسه بيجي 405، بس نحن ما قدرنا نجيب ال 405، فنحن قدرنا نحصل على 305 ومن قدام حطينا 295. وشو هالحركات اللي مسويها قدام؟ الحركات هيدول قدام في عندنا السبويلر الامامي، نحن عملنا له طريقه انه بيتعلى بدعسه من جوا بيعلى عن الارض، في حال مثلا حبينا نسوقها على طرقات عاديه في مطبات كذا ما تضرب بالارض. ابراهيم بس ردت اسالك، فكره الهيلو جميله بس. جدا نعم. بس ردت اعرف من وين مستوحاه، وهل التصميم هذا امن انه يحميك، وهل يزيد مثلا ثقل عليه على السياره؟ احكي لي اكثر عنها. الهيلو هو اسئله خطيره. اي عظيم. الهيلو هو نظام جديد على سيارات الفورمولا. اوكي. يعني هو بلشوا فيه بسنة 2018. نايس. في حال صار اي حادث او اي لا سمح الله يعني اصطدام، راس الدرايفر السائق بيكون محمي من الصدمات. وحديد صح؟ ما هو حديد؟ طبعا حديد. حديد يعني مدعم. الدي ار اس اللي ورا اذا تقدر تحكي لي اكثر عنه، شنو وظيفته وشون استوحيت الفكره انه تضيفها وتتحرك بنفس الوقت؟ ميكانيتها اتوقع ما كانت سهله عليك. لا أوكي. طبعا دي ار اس معروف بالفورمولا 1. اي يعني نظام بيخلي السياره على السحبات تكون اسرع. اوكي. فبس ينفتح، انا عملته بينفتح من جوا من قلب السياره. جميل. بخلي انسيابيه الهواء يعني تسرع السياره. ايوه بالايروداينامكس تبع السياره كمان ما يكون في اير ريزيستنس 100%، بتخفف البريشر تبع السياره على الارض. جميل جميل. بالنسبه للسيت هيدي شغلنا كلها، موصله بالشاسي تحت يعني ثابته بالشاسي، يعني كل الاشياء الامان والراحه طبعًا كلها متوفره طبعًا بالسياره بالمبدأ رغم انها متصنعه يدويا عن طريقك انت والوالد مثل ما ذكرت. 100%.